مارون اسم على مسمى يعود إلى أصل كنعاني فينيقي ومعناه الرجل الكبير. كبير هو هذا الكاهن الناسك الذي شمخ شموخ الأرز فأسس الطائفة المارونية وبات أبيها الروحي. اعتزل الناس، عاش الإنجيل وقاس مرارة العيش في حياته النسكية التوحدية التي شقها بفرادة وقناعة. عاش متقشفاً في العراء، لا شيء يحمي رأسه سوى السماء التي تقبل خيراتها بفرح وصبر. فنادراً ما كان يهرب من برد الشتاء وثلوجه وحر الصيف وشمسه ليتظلل في خيمة صغيرة صنعها من أغصان الشجر. هذا القديس الذي هرب من زحمة العالم، تبعه الكثيرون وقصدوه في عزلته، انجذبوا إلى تعاليمه وطريقة عيشه الفقيرة ولكن الغنية بالأصوام والصلوات وذكر الله والمكللة بساعات السجود والركوع وتلاوة التساعيات. وكان إذا ما انصرف عن الصلاة يلجأ إلى الأعمال اليدوية والزراعية التي تضني الجسد وتقمع الشهوات. أحب الناس عظاته فأتوا إليه من كل حدب وصوب، مسترشدين منه طالبين العزاء والشفاء الروحي والجسدي. فالله أحبه ومنحه نعمة الشفاء، فكانت الحمى تخمد بظل بركته والأمراض على اختلافها تشفى والأبالسة تنهزم بعلاج واحد منه وهو الصلاة. هكذا كتب عنه المؤرخ تيودوريتوس الذي رأى في مارون القديس الأول الذي غرس حديقة النسك عبر مغامرة روحية ريادية أطلقها القديس أنطونيوس الكبير وجسدها مارون، فزرع بستاناً أزهر في الحياة الرهبانية وأثمر لتولد الكنيسة المارونية مع مارون الإلهي، وينتشر تلاميذه جاعلين من الكهوف والمغاور صوامع يعتصمون بها على خطى راعي الموارنة الأول الذي أنمى بالتهذيب جملة نباتات للحكمة السماوية لتمتد أغصان المارونية ببركة الله وتصمد أمام كل العواصف.